السلام عليكم، اهلا حبايبي. عاد طبخات الشتاء غير، ودائما نشب النار ونبغى نستفيد من الجمر ونسوي احلى طبخات ان شاء الله. واكيد حبايبي حستخدم رز العزايم، رز بسمتي كلاسيكي فاخر ما شاء الله تبارك الرحمن، من افضل انواع الرز اللي استخدمته صراحه، شيء فظيع، نظيف وغير كذا يتحمل الطعم والريحه روعه. شوفوا ما شاء الله لا اله الا الله. ذحين حبايبي بغسل الرز وانقعه في المويه وارجع لكم. هنا عندي حبتين دجاج مقطع اوصال بهذا الشكل ومنظف، وعندي كمان كم فخذ، خلينا نقول عندي حبتين ونص دجاج. عندي ملعقتين كبيره مليانه اسرار حائل، او حطوا فلفل احمر حار بودره كميته حسب الرغبه. وعندي ملعقتين كبيره مليانه بابريكا مجروش وشويه فلفل اسود، تمام، ونحطهم. 3 ملاعق كبار مليانه كركم وملح، تمام، ونخلط بسم الله. نسيت احط الزيت، نص كوب زيت بسم الله، ونخلط مظبوط يا جماعه. خلاص كذا انا تبلت الدجاج مظبوط، وريحه التتبيله تجنن ما شاء الله تبارك الرحمن، شوفوا بهذا الشكل، تمام، روعه. ثوم مقطع شرايح، حبتين طماطم مقطع شرايح، بصل، كوسه، بطاطس، جزر، ونحطهم كذا. خلاص خلطت الخضار كمان مع الدجاج، ونوزع الدجاج في صحون قسطير بهذا الشكل، تمام يا جماعه. الوصفه مره سهله، هتعجبكم ان شاء الله. يمكن حبايبي ده الخلطة تجهزوه وتحطوا في الصحون قسطير، تمام، يوم تطلعوا البر او تمشية خلاص على طول تحطوا فوق الجمر، يعني سهل عليكم مرة. خلاص بهذا الشكل وزعنا في الصحون، تمام. هنا حبايبي انا دبلت الصحن، تمام، عشان يكون قوي شوية. الحين بنغطي الصحن، تمام، اول شيء في هذا الشكل، تمام، ونجيب جهه ثاني بهذا الشكل واضغطه عشان ما يصفق. هنا الاطراف بهذا الشكل، كذا يا جماعة تغلفوه، تاخذوا معكم البر تشوه مكان ما تحبوه. هنا في القدر سخنت زيت وحطيت عليه قرفة قرنفل وهيل، تمام، وذحين بنزل الرز مغسل ومنقوع بسم الله على بركة الله. وذحين نسكب موية مغلية بسم الله حسب احتياج الرز. وذحين احط ملح وبعدين اترك الرز يشرب الموية. وإذا عندكم مرقة اللحم أسكبوه بدال الموية، تمام، وهنا عندي مرقة اللحم المركز حطيت عليه شوية وذحين حيذوب. شوفوا حبايبي هنا عندي بهار كبسة، شوية بهار كبسة وزعفران مطحون، تمام، واخلطهم مع بعض في هذا الشكل. وذحين أرش البهار والزعفران فوق الرز. وذحين بصل محمر كذا. خلاص حبايبي شوفوا بغطي عليه، الله على الريحة، بغطي عليه واتركه في النار هادئ من 20 دقيقة إلى نص ساعة. الجمر جاهز وتركناه كمان شوية ينخمد، تمام. دحين بنحط الصواني، نشوف، شوفوا يلا. أيوة نقول بسم الله، انتبه على يدك، ونحط هذا. أكيد ينفع تحطوه في الفرن يعني، بس حبينا نستفيد من الجمر، حنشوي جزر يماني وكل حاجات حلوة إن شاء الله، توكلنا على الله. وكمان قاعدين نحط الجمر فوق الصحن، تمام، بدأ يطلع صوت من الصحن ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، شوفوا حلاوة الرز وحبات الرز، يا عيني على الجمال والحلاوة. أول شيء حبايبي شوفوا زي كده أخلط الرز اللي فوق كده شوية، وبعدين أرفعه عشان أزين الرز من فوق. شوفوا الله تبارك الرحمن، شوفوا يا جماعة رز العزايم فعلا فاخر من الآخر، حاجة
روعة يا جماعة، ما شاء الله، لا إله إلا الله. صلوا على النبي، اللهم صل وسلم عليه. مني مصدقة طول الحبة، شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن. رز العزايم طبعا يا جماعة معتق لمدة سنتين، فعاد كلنا عارفين كل ما يقدم الرز كل ما يعطيكم جودة أفضل. شوفوا ما شاء الله لا إله إلا الله. الله يا جماعة شوفوا يا عيني على الرز النثري، ما شاء الله تبارك الرحمن، استوى بشكل مثالي ما شاء الله تبارك الله. كذا، وبعدين بسوي حفرة في النص، تمام؟ ايش نسوي يا جماعة في دي الحفرة؟ الحين نشوف. شوفوا يا جماعة الكشن اللي فوق، ريحة وطعم يا ربي، ما شاء الله لا إله إلا الله. الله على الريحة، يا سلام. يا ريتكم معايا يا جماعة، يا ريتكم معايا وتشوفوا ده الجماعة جمال وتاكلوا معايا. خلاص أنا متحمسة وجاني نفس أكل صراحة، عشان كده خلاص أضيع. خليت فوق الجمر يا حبايب قلبي 40 دقيقة، تمام؟ أخذ كمان شكله طلع المرقة وحاجات الحلوة، ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا الجمال والحلاوة بس. شايفين الحلاوة والجمال يا جماعة، ما شاء الله تبارك الرحمن. والخضار والدجاج استوى بشكل مثالي، طبعا حوريكم. شوفوا معايا الدجاج استوى كيف، تقولوا عليه زبدة ولا دجاج؟ ما شاء الله شايفين ذايب الدجاج، ذايب. عاد الخضار ما يبغى له كلام، شوفوا كيف الخضار كمان مستوية بشكل مثالي. البطاطس شوفوا، شفتوا شايفين مرة حلو يا جماعة، الوصفة رهيبة. شوفوا الصدر، وريكم الصدر كمان كيف استوى، شايفين جوز مو ناشف واستوى كيف، مو ناشف يعني استوى ونفس الوقت مو ناشف. احط الجمال اللي هنا شوفوا في النص، ما شاء الله على الريحة، والله ريحة جنة. شوفوا الخضار مو ناشف ابدا ومستويه، ما شاء الله تبارك الله. كذا وصفتنا جاهزه بالعافيه علينا وعليكم. طيب حبايبي، اللي حابه تطلب رز العزايم ابو 5 كيلو تلاقوه في سوبر ماركت العثيم وكمان مانويل، واللي تبغى ابو 20 كيلو دحين بحط لكم رقم، عندهم توصيل للشرقية وللرياض، وكمان يشحنوا لجميع مناطق المملكة، بس مبلغ الشحن عليكم انتم، تمام؟ بالعافية تتهنوا. طيب قلبي، وقت تشبوا النار لا يفوتكم تسووا دي الوصفة، تمام؟ لأنه حتتجننوا عليه وحتدمنوا عليه كمان، ما شاء الله لا إله إلا الله. شوفوا يا جماعة، شوفوا الكوسة والبطاطس يا ربي والدجاج، والله شيء رهيب يا جماعة ما شاء الله. ودحينة والرز، كل الدجاج الحلو ده، خذوا لكم وصلة ومع رز النثري ده، بالعافية بالعافية بالعافية. ألف عافية، كيف يا عزوز؟ عزام قصدي، مرة غريبة. ألف عافية.